Hello everyone, I'm Ahmad and welcome to the Fairmont Escape, Do Not Disturb, the only show where you can hang out with the celebrities and influencers in their own hotel rooms with or without an invite. Today's guest is the one and only TV presenter and journalist, Hiba Haidari. Let's go to her room. بدي اخذ وقتك شوي تفضل تفضل هاي هبا هاي اول شيء ويلكم تو ذا فيرمونت دبي شكرا ميرسي از ات يور فيرست تايم بالاوتيل هون لا الاوتيل انا دائما بتردد عليه بعرفه بس اول مره بالغرف وحبيت كثير اوكي هبا شو الديستنيشن للسفر احسن ديستنيشن لإلك باريس واو طبعا هالمدينه الساحره المتميزه هيك بالفايبس تبعتها اوكي فتت على الاوتيل عملت تشيك ان شو اول شيء بتعمليه نورمالي وين يو جيت تو ذا روم اول شيء برتع اغراضي هون وهونيك لا بحب افتح بحب اعلق ثيابي هيك اوكي سو انت عندك او سي دي مثلي بالترتيب ايه بحب انه هيك يكون شايفه كل شيء مشان لما بدي اطلع اذا عندي ميتينج او اذا عندي مشوار او اذا عندي طالعه بس حتى كسياحه يعني يكون كل شيء اسهل اوكي طيب بالغرفه عاده يعني في عندك شيء ريتشولز معين يعني لما بتكون مسافر بتحب انه بسرعه يلا تطلع وتشوف اماكن جديده اما مثلا اذا ستايكيشن اذا هون بدبي بشي اوتيل اي بحب استكشف اول شيء المطاعم البول يعني الاشياء اللي الفاسيليتيز اللي بدي هلا هون عندي كثير اشياء من فيرمونت دبي سو اي هوب يو ويل انجوي يور ستاي بالستايكيشن تبعيتك بدي اشوف بس معك كم يعني وي غانا دو سم بلاي جيم راح اعطيك كاردز كل وحده عليها ديفرنت مود اي ونت تو تيست نشوف انت تقولي لي ويتش وان از يور مود ناو يور كارنت مود اوكي شكلك حتختاري اكثر من واحدة والله هيك حاسه كلهم يعني تقريبا بيزبطوا بس يعني شوف قبل ما اجي كنت هيك علقت بعجقه ساعه الطريق فكنت هيك قبل ما اجي اوكي معصبك كنت شكلك شوي يعني بتعرف العلقه بعجقه هون صعبه بس هلا هيك صرت لاني معكم اوكي نايس اوكي ام هابي وذ ذس وان شاء الله تضلك هيك لاخر الحلقه خلينا ننتقل على الدايننج اريا يلا سو هيدي البوكس فيه بقى كل التروث كويستشنز يو كان سيلكت ويتش كويستشنز رح نبدا فيه اوكي سو خلينا نبلش بسم الله اوكي ليتس سي ذس ون اوكي هي عم نسالك شو الكريزيست ثينج يو هاف دان ان ذا لاست مانث اول مره بسوق سياره رياضيه بسرعه كثير يعني جربت هيك سرعه شو قديش سرعه 180 يعني. واو see this one a weird childhood moment هو يعني غرقت بالبحر وقت wow. كنت صغيره وانقذوني واغمى يعني كنت خلص غبت عن الوعي وكان بقيان شوي ليدخل المي على الرئه او ماي جاد ذات سيريس يعني كانت سيريس كثير خلصنا من الاسئله خلينا شوي نفوت على الجد so pick one from the box اوكي خليني انا اقراها هاي I'm gonna blindfold you وبدي قولي لي شو عم تاكلي انت منك شايفه النوع الاكل You can open. يا جادو. شكلك حبيتيها هاي. أنا بالشوكة صرت عندي كريدي. بستاشو. Last one, okay? Okay, you can try the last. I think cheese. Cheese and شو كان نوع الفيجيتابلز؟ Cucumber. Perfect. هبا يعني شابوبا بدي أقول لك على الأكل، ما إلي بعد وحدة. Let's see this one. That one is fun. شفت البالونات أول ما فتت على الأوضة؟ Right؟ كل ال welcome. أنا فكرت إنهم محتفلين فيني. ال welcome. Okay، بس هستعمل بالون واحد. Okay. So بدي إياك to present me. أنتوا بالهيليوم عم تحكي. Oh my god. I'll give it to you. Okay، عارف شو بدك تعملي هبا؟ إيه؟ أهلا وسهلا فيك أحمد معنا اليوم. برنامج دو نوت ديسترب الحمد لله كان صوتي هنختم بهاي فاز انا نشوف واتس ذس بوينت واتس يور فيفورت بوزيشن تو سليب ان كيف بتنامي على وشي
انا بنام على وجهي الطب كمان هيك وي جونا جو تو ذا بيدروم يلا اند يو نيد تو ديمونستريت ذات انا لما كنت عم اقدم كنت عم بقول انه تي في بريزنتر جورناليست كمان لازم كنت احكي انه كمان يو ار ستارتينج يور اون بزنس اي صح وشفت البرودكتس موجودين كمان عندك مزبوط. هون خلص هدول ما عاد اقدر اتحرك بلاهم تلمي اباوت صراحه كل اللي استخدموهم هيك صاروا مغرومين فيهم الحمد لله كثير كثير الأصداء حلوة هلا هذا بادي بيم اوريدي حاطه منه اذا شايف جود لك اون يور برودكتس عن جد ما بدي كثير نغلط على الموضوع احنا جينا سو يو كان ديمونستريت فكرتك نسيت لا ما نسيت انا وبندك تحت الاحلام بالاول سو اند ذاتس ات مريح التخت يا احمد عم فكر ضل هون اليوم هبا ثانك يو فور الاو مي تو هاراس يو ات ذا فيرمونت دبي ثانك يو حاتكك ات يور روم اوكي اند ذن وي ويل بي ان تاتش جود نايت اوكي جود نايت ذاتس ات فور فيرمونت اسكيب دو نوت ديسترب دونت فورجيت تو فولو اس اون انستغرام اند فيسبوك ات فيرمونت دبي فور مور انترفيوز لايك ذس وان اند مور بيهايند ذا سين اكشنز